مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في مباشر من مدينة الدارالبيضاء وبالضبط من مقر إقامة نادي الترجي التونسي. كنشوفوا هنا استلفار أمني كبير لحماية نادي الترجي التونسي. كنذكروا بأن مباراة ستنطلق على الساعة 7 مساء بمركب رياضي محمد الخامس، في تجمع بين نادي الوداد الرياضي ممثل المغرب بهذه المنافسة مع نظيره الترجي التونسي برسم ذهاب نصف نهائي دوري سوبر ليغ. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، تواجد أمن بمحيط فندق إقامة فريق الترجي التونسي ومن أجل أمنهم. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هذا هو مقر إقامة نادي الترجي التونسي. كل التوفيق لممثل المغرب نادي الوداد الرياضي في المباراة اليوم، ونتمناو يحسموا نسبيا تأهل من مدينة الدار البيضاء على هذا الترجي قبل معركة التي ستلعب يوم الأربعاء المقبل. كنشوفو تواجد الأمن بمحيط فندق إقامة نادي التونسي. فللتذكير بأن مقابلة التي ستجمع بين نادي الوداد الرياضي ونادي الترجي التونسي ستقام على ملعب مركب محمد الخامس على الساعة 7 برسم ذهاب نصف نهائي سوبر ليغ الافريقي. فكل التوفيق لممثل المغرب، نتمنوا ليه فوز بنتيجه كبيره ان شاء الله. الى هنا متابعينا الكرام، كنخليكم الامل، نلقاو بكم باش مباشر اخر ان شاء الله.